بقول الحمد لله والشكر لله، مكسب كبير ومكسب مهم، وعلى فريق برضو محترم جدا جدا وفريق كبير زي فريق زد. وبشكر لاعيبتي وببارك لمجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه. بقول الحمد لله والشكر لله. احنا النهارده كان عندنا 5 تغييرات في الملعب. النهارده بدا عماد السيد، النهارده بدا عمرو طارق، النهارده بدا جودو ونشيكا مكان بول، ونزل علي حمدي مكان حميد. فكان عندي غيابات طبعا. بقول الحمد لله اللعيبه كلها رجاله ادت كويس جدا. اشتغلنا النص الشوط الاولاني كويس، الشوط النص الاخير من الشوط الاول بدا يبقى فيه يبقى للافضليه لزيد للامانه. وصلوا لمرمانا ضيعوا اكتر من فرصه. الشوط الثاني الحمد لله يمكن كان عندنا انضباط تكتيكي كويس، اشتغلنا على الاطراف اللي احنا عندنا السرعات فيها عاليه، وصلنا بهدف وعملنا زون ديفنس بحيث ان انا يبقى عندي، لان زد هيضغط عليا بكل خطوطه فاصبح عندي مساحات. وصلنا من خلال المساحات دي بفرص عديده بس لم نوفق فيها. فبقول الحمد لله والشكر لله 3 نقاط مهمه في بدايه مشوارنا في كاس الرابطه. للأمانة أنا عندي لعيبة كتير جدا جدا بعيدة ما لعبتش ومشاركتش في الدوري وراجع من إصابات، زي محمد حمدي زكي النهاردة أول مرة يخش في القائمة عندي، أحمد الشيخ جاي معايا الفترة اللي جاية، في لعيبة بعيدة عننا زي مصطفى الخواجة، زي ناس كتيرة جدا بعيدة. فأنا عايز أجهزهم فنيا وبدنيا. تاني حاجة عندنا كأس الرابطة دي بطولة وبطولة كبيرة، فبالتالي إحنا مطالبين إن شاء الله بإذن الله لنا حظوظ زينا زي كل الفرق، يعني كل الفرق لها نفس الحظوظ. فاحنا بنقاتل على حظوظنا، لان برضو اللي هياخد بطوله الكاس الرابطه هيتاهل للسوبر في الامارات، فبالتالي عندنا اهداف نفسي ربنا يحققها وبنجتهد وبنسعى، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق من نصيبنا في خلال اللي جاي ان شاء الله.